مفهوم الرضا، كيف أنك ترضى بكل شيء مكتوب ومقدر، واللي مكتوب لك هو الخير. مقولة دائما أرددها هي إنجليزية، تقول This place where you are right now God circled on a map for you. المكان اللي أنت فيه الله حدده لك على الخريطة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن رضي فله الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي تجربة فاشلة في الحياة إذا رضيت فيها تحولت تجربة ناجحة.